فصل: شهر سبتمبر وأكتوبر هما معروفان بشهري الاعتدال بين الليل والنهار، 12 ساعة 12 ساعة بالنسبة لكل سكان الأرض، حتى السويد والدنمارك التي تصوم حوالي 18 و20 ساعة، والأرجنتين وتشيلي الذي لا تصوم إلا 8 أو 10 ساعات في اليوم، الله أعلم. وقيل رمضان من الرمض، وهو المطر الأول في الخريف، وقيل الرمض المطر الاستوائي في اعتدال الفصول، نصف الكرة الأرضية العلوي في الخريف ونصفها الثاني السفلي في الربيع، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سبحان الله. فصل: قال بعض العلماء المتقدمون بأن صوم رسول الله كان ثابت وليس متحرك يوم الغفران اليهودي، تقول الآراء أنه كان وما زال في اليوم العاشر من الشهر التاسع من الشهور القمرية بالحساب اليهودي بالكبس، واسمه تيشرا العبري، عيد عاشوراء اليهودي الذي صامه رسول الله هو في 18 سبتمبر بالتقريب، عاشوراء اليهود في رمضان المسلمين، فعاشوراء الحالي في محرم ربما لا أصل له في شرعنا، هل هو بدعة؟ هل هو مرتبط بقتل الحسين رضي الله عنه؟ هل عشر محرم كان فيه خلط مع اليوم الذي ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أنا أولى بموسى منهم؟ فعاشوراء عند اليهود هو اليوم العاشر من رمضان، والله أعلم. فصل: في أن أيام الصوم في رمضان تقع في حدود ما بين 1 إلى 23 سبتمبر، حتى من 1 إلى 23 أكتوبر، الفارق من 10 إلى 20 يوم. هل هذا هو سبب وقوع ليلة القدر في كل عام في يوم من أيام رمضان ما بين 20 إلى 29 رمضان، العشر الأواخر؟ أم هل رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب من الصحابة بأن يترقبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من تلك السنة التي تكلم فيها تحديدا، وليس الأمر يتعلق بكل السنوات؟ وهذا والله أعلم، ربما رسول الله عانى تلك الأيام فقط بأن ليلة القدر كانت مختفية في تلك العشر الأواخر من ذلك رمضان الذي تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل: الكثير من المؤرخين